بتاخد وقت كتير مني، فبنحاول يعني نلخص ايه شويه من وقت كده نكتب فيهم برضو خواطر تعبر عن المشاعر وتعبر عن أول احساس للبلد مرة والحب كتبت للبلد. فيها كان إمتى يعني؟ كم سنة كده؟ يعني من حوالي مثلا نقول حوالي 5 سنين 6 سنين كده. لسه قريب يعني. قريب، بس كنت بكتب زمان يعني وكده، بس كان ايه على خواطر كده جدي، خواطر بسيطة. كده واحد كده. إمتى بقى قلت أنا قرر بقى أنا هكتب كده؟ وأكيد حصل لك موقف أو حاجة كده كانت قوية اكيد كتبت. يعني حسيت يعني ان انا عاوز يعني ايه برضو نسيب لمسه في الحياه، ان انا نكتب حاجه تبقى يعني ايه اولادي بعد كده افتكرها بيا، يقول ابويا مثلا كان بيكتب شعر وكده، صحيح. وانا اصلا يعني الحمد لله انا ايه بنحب الشعر قوي يعني. اي فلو في وقت كافي ان نقدر نكتب اكتر من كده نكتب، بس ايه شغلي يعني واخد مني ايه وقت كتير يعني، فبنحاول نفضي نفسي ان انا ايه نعمل يعني ايه نكتب قصيده بتاع يعني ممكن كل اسبوع مره، كل شهر مره على حسب ما نفضى يعني. بتفضى ولا بيجي لك الالهام كده الهام وتبقى قاعد طبعا في الغيط ما هو اصل وتبقى عمر ماشي يعني كده على الطريق يجي لك حاجه كده في دماغك تقول انا لازم اكتبها؟ في احيانا مثلا بنبقى قاعد كده مع نفسي كده بعد ما نخلص الشغل وكده، ونبقى قاعد في البيت مع الاولاد وكده، كوبايه الشاي كوبايه الشاي كده وسيجاره بالنعناع بتاع. او تقف بقى كده في البلكونه كده بقى يعني لا تلاقي مش البلكونه بقى يعني، عندي ايه في البيت كده فيه اوضه كده مخصصها لنفسي بنقعد فيها نكتب فيها لوحدي عشان الاولاد ما يزعجونيش وكده. اي كتبت ايه بقى؟ سمعنا. طيب طيب دي بقى ايه بقول بنادي عليك يا مصر، بنادي عليك والبنادي عليك يا مصر انهضي وانفضي عن جمالك غبار السنين، بنادي عليك يا غالية اصمدي وارفضي تعيشي أسيرة أنين، بنادي عليك والندى صوتي بنادي ولو حتى في الندى موتي، بنادي تعدي محنتك فوتي وتعلي وتبني لشعبك عرين، بنادي عليك يا مصر بحنين، بنادي وحبك بيسري في دمي وخايف عليك وخوفي يزيد همي، وبفرح بيكي زي فرحتي بأمي ودم ولادي ده هو أكيد دمي أموت علشانك، وإيه يكون دمي يرخص في ده ترابك يا عزوتي وهمي يا جنة بولادك ولادك ولاد عمي، ده العيشة في حضانك تشفي أثر همي قد وصى بجنادك الزين النبي الأمي، ما تسيبي أحزانك قومي كبري وسمي محمية بولادك يصونك رب العالمين، بنادي عليك يا مصر بحنين، بنادي فيك الحواري والقرى والنجوع تعبر بيك الصحاري تجيد ليك الشموع، تنصب ليك السواري تفرد ليك الجلوع تهزم بيك الدواري تبقى لحصنك دروع، وشعبك صاحي وقراري ما يعرف معنى الخضوع، ابنك يا مصر شاري لحبك عايش ولوع مكنون حبك وساري معشش بين الضلوع، يا نسمة العصاري يا نور الفجر الطلوع يا مصر طال انتظاري لريح ترفع شروع لشمس تضوي نهاري تفتح ورد الربوع، أتاري حبك أتاري أتاري حبك أتاري جوا القلوب مطبوع، أنا مش أخبي وأداري والحب الوطن ممنوع، لازم أحسم قراري لازم أقول ممنوع وأخلص من الظلم طاري واشفي غليل موجوع، وادعي ليل ونهاري ما تعيشي لحظة خضوع، وزين بيوت أشعاري بيك يا فيض الحنين، بنادي عليك يا مصر الحنين. الله عليك. شوف انت ايه، طب انت الناس دي بتسمع كلام حلو ده فين؟ يعني انت بتروح امسيات، بتروح اماكن عامه، قصر الثقافه، انا بروح بس الاول كنت طبعا ايه بنكتب وايه بنسمعها لقرايبي كده وبتاع خلاص مكتفي بكده يعني. ففي يوم من الايام طبعا ايه ابن عمي قال لي يعني انت ما تروح قصر الثقافه وبتاع، قلت له انا ما اعرفش.